تطوير منظومة الضرائب العقارية على المباني وتفعيل تحصيل الإيرادات نتيجة تطبيق القانون الجديد. من جهتها تنتظر وزارة المالية استلام المسودة النهائية لمشروع القيمة المضافة من مجلس الدولة بعد مراجعتها، تمهيدا لعرضها بشكلها النهائي على البرلمان ومناقشتها وإدخال ما يلزم من تعديلات يراها نواب الشعب. وأعلن الجرحي أن المسودة تتضمن إعفاء 52 مجموعة سلعية، تندرج تحت كل مجموعة قائمة من السلع والخدمات المعفاة تيسيرا على الفقراء ومحدودي الدخل. وأكد وزير المالية أن العام المالي 2014-2015 شهد بدايات لتعافي الاقتصاد المصري بعد عدة أعوام واجهت مصر خلالها تحديات اقتصادية كبيرة، ونجحت إجراءات الحكومة في استعادة الثقة نسبيا في الاقتصاد المصري، حيث تسارعت معدلات النمو خلال العام 2014-2015 لتسجل 4.2% مقابل معدل نمو بلغ نحو 2.2% خلال الثلاثة أعوام السابقة. كما نجحت هذه الإصلاحات في خفض عجز الموازنة كنسبة إلى الناتج من 12.2% في العام 2013-2014 إلى 11.5% في العام المالي 2014-2015. مرحبا حضراتكم من جديد. بعد ما شفنا التقرير نبدأ النقاش على الفور. دكتور فتحي حمام، إيه مشروع قانون القيمة المضافة؟ مش قادر أفهم، يعني لو تفهمني وتفهم السادة المشاهدين. وحضرتك في ضريبة اسمها ضريبة على المبيعات، دي فرضت سنة 91. والغرض طبعا الغرض منها هي ضريبة على الاستهلاك، بيتحملها المستهلك. الغرض منها طبعا هو زيادة الدخل بتاع الدولة عشان طبعا تقدر تواجه بيه النفقات بتاعة الدولة. الدولة عليها التزامات كتيرة، فلابد أنها تزود الإيرادات الحقيقية بتاعتها من خلال الضرائب دي. الضريبة دي يعني طبقت، وخلال فترة التطبيق ظهر ليها عيوب كتيرة وبعض المشكلات، وبين الممولين اللي هم المسجلين بيسموهم في ضريبة المبيعات المسجل، وبين الدولة. فطبعا كان في إشكالات وفي حاجات كتيرة زي دي. فاحنا القانون دون بيحاول، أو التعديل بقى لهذه الضريبة إلى ضريبة القيمة المضافة، بتحاول إن هي تعدل أو تصحح من التشوهات اللي كانت موجودة في ضريبة المبيعات. أهمها طبعا كان اختلاف سعر الضريبة على السلع. يعني كانت بتبتدي بخمسة، تمانية، عشرة، 15-20، توصل لخمسة واربعين. سلع كتيرة، فكان بيحصل فيه خلافات كتيرة بين المسجلين وبين المصلحة. أنا أخضع لسعر كام؟ تخضع لكذا؟ لا أنا أخضع لكذا. فدي كانت مشكلة كبيرة جدا. حاجة تانية إن كان في بعض المدخلات، إحنا عارفين المنتج النهائي، يعني مثلا قلنا تلاجة في ليها كذا مدخلات، فيها الصاج وفيها الموتور وفيها إزاز وفيها حاجات زي كده. كل حاجة من دي بتخضع بسعر، فبيجي في الاخر اللي هو المنتج النهائي بيدفع الضريبه، بيلاقي ان في بعض المدخلات اللي هو دخلها دفع عليها ضريبه اكتر من اللي هي الضريبه اللي هيستردها. دفع على كل وحده، على كل كل مدخل، كل مدخل، ويرجع يدفع ضريبه على الشامل، ويدفع ضريبه على الشامل. فكان بيحصل ازدواج وبيحصل مشاكل. طبعا ده بيخلي ان المنتج المصري، المنتج بقى مش قادر ينافس المنتج المستورد. السلع المستورده تبقى اغلى من اللي جايه من بره، تبقى اغلى بكتير. زائد ان هو عمليه استرداد بقى الضرائب بتاعه المدخلات كان فيها مشكلات كتيره برضو، ان هو يقدر يستردها عشان يقدر يستمر على طول. بيحصل دي كانت تحصل، بتاخد وقت طويل واجراءات طويله وحاجات زي دي. فطبعا ده كان اول حاجه عاوزين يعالجوها في الضريبه اللي هي ضريبه القيمه المضافه، ان انا كل مرحله باخد على اللي اضيف في هذه المرحله بس. كل مرحلة بأضيف، وسهل بقى عمليات الخصم للمراحل السابقة، حيث ما يبقاش فيه ازدواج، ما يبقاش فيه تكلفة زيادة على المنتج، يقدر ان هو ينطلق، يقدر ان هو يعني شايفين حضرتك طبعا حجم الاستيراد دلوقتي بقى قد ايه لسلع ليها مثيل هنا في مصر. نعم. يعني شفنا غزو جامد جدا لمجموعة سلع ليها مثيل في مصر، ويمكن المنتج المصري افضل منها. وانما سعره بيبقى غالي طبعا. المستهلك ساعات نظرا للظروف الاقتصاديه بيفضل الارخص شويه. لكن هو هي اصلاح لضريبه المبيعات، عشان بس نقرب الصوره للمشاهدين الافاضل، هي اصلاح لضريبه المبيعات او هي بدل منها تقريبا، يعني بدل منها تقريبا. طيب دكتور هشام ابراهيم، المستهدفين بهذه ضريبه القيمه المضافه مين بالضبط؟
هو خلينا نوضح في البداية على أنه ضريبة القيمة المضافة هي تطور لضريبة المبيعات. تطور لأنها الحقيقة بتتلافى جزء مهم من الإشكاليات اللي كانت موجودة في تطبيق ضريبة المبيعات. وبالمناسبة الضريبة دي موجودة في العالم كله، يمكن بداية تطبيقها كان في فرنسا سنة 1953 إقرار، وتم تطبيقها فعليا في 54. الضريبة دي موجودة في عدد كبير. عندهم في فرنسا القيمة المضافة من سنة 53 54 تحديدا بداية التطبيق، احنا لسه 2017 صحيح. ومطبقة في عدد كبير من دول، سواء كان داخل دول الاتحاد الأوروبي أو خارج الاتحاد الأوروبي. فهي ضريبة مش هي مستحدثة صحيح في مصر، لكنها مش مستحدثة في العالم، موجودة بقالها عشرات السنوات بيتم تطبيقها، وأثبتت فعاليتها بالإضافة إلى تخلصها من العوار اللي كان موجود في تطبيق ضريبة المبيعات. يمكن الجزء الأهم أشار ليه الدكتور هو الازدواجية في الحساب وعدم وحدة المعايير القياس، إنه مختلفين دايما فيما بين الممولين ومصلحة الضرائب، وفي حالة الاختلاف في تطبيق في تعريف الضريبة وتحديد نطاق تطبيقها، في هذه الحالة أنا بخلق أبواب خلفية لكلام كتير ممكن نتكلم فيه، ممكن يبقى الفساد جزء منه. فبالتأكيد قانون الضريبة المضافة احنا تأخرنا فيه كمان كتير، لأنه كان مفترض هو من ضمن حزمة التشريعات الضريبية بوجه خاص والاقتصادية بوجه عام. وبالمناسبة هذا القانون كان مفترض انه مفعل في موازنة العام الحالي، يعني كان مدرج ضمن ايراداته، كان مع حساب ايراداته في موازنة العام ده صحيح، ومع يعني تأخرنا شوية، ومع اقتراب نهاية العام اضطرت وزارة المالية انها تعكس او تقلل ما كان مستهدف تخفض به هذه القيمة او هذا المورد، لانه لم يأتي، لانه القانون لم يصدر بعد. مفترض انه في قيمة مقدرة لتطبيق هذا القانون في الموازنة الجديدة 16-17 المفترض جادي النقاش بشأنها في البرلمان. هل تحدد الحجم أو المبلغ اللي كان؟ الإضافة مفترض أنها تبقى في حدود 30 مليار جنيه، ده المستهدف في موازنة 16-17 من الضريبة دي، إضافة إلى ما يتم، يعني هو القيمة المفترض ضريبة المبيعات بتحصلها هيضاف إليها ال 30 مليار جنيه الإصلاح ده صحيح. فالحقيقة احنا اتأخرنا كتير في تطبيق هذا القانون، ويمكن الجزء الأهم مش مسألة المورد الذي لم يحصل، الجزء الأهم انه تطبيق ضريبة المبيعات على مدار سنوات طويلة الحقيقة احدث تشوهات في الاقتصاد المصري، دفعنا ثمنه كتير. لأنه الحقيقة التطبيق الضريبة على المبيعات الحقيقة كان بيحابي المستورد على حساب المنتج المحلي، لأنه بالإضافة إلى أنه ما كانش بيقدم دعم أو مساندة جيدة للمصدر. قانون ضريبة المبيعات هيوفر مساندة جيدة للمصدر. فالحقيقة قانون القيمة المضافة بيضيف فوائد بقى للاقتصاد، بالإضافة إلى أنه بيزود موارد الدولة، في نوع من العدالة بشكل جيد، في عدم ازدواجية في تطبيق الضريبة، بيزود الحصيلة بالتأكيد، لكن الجزء الأهم أنه بيساعد في إصلاح تشوهات على مستوى الاقتصاد الكلي. طيب دكتور فتحي، أنا سألت الدكتور على المستهدفين من القيمة المضافة، بس هو خدني في حاجات مهمة قوي. مين المستهدف بالقيمة المضافة؟ هو طبعا هو المستهدف بالقيمة المضافة هو عندنا المستهلك اللي هو بيستهلك السلع، والمنتج والمنتج اللي هو بيحصل وبيوجد هذه الضريبة، والتاجر طبعا. ما هو ده يعتبر اللي هو بيوصل بيحصل الضريبة وبيوجدها، او بيخصم الضريبة وبيوجدها. هنا عاوز اقول لحضرتك ان احنا برضو عشان نطمن السادة المشاهدين ان احنا في سلع وفي خدمات معفاة تماما من هذه الضريبة، ودي بحب انبه عليها، عشان طبعا في ناس كتير حضرتك عارف ان احنا بمجرد ان يسمعوا على ضريبة يرفعوا الاسعار ويقول لك دي ضريبة ودي. احنا عندنا في التعديل الجديد كل المنتجات الغذائية تقريبا معفاة، هو زي ما ظهر في التقرير اللي زعناه من شوية 52 مجموعة سلعية. أيوة. معفاة تفضل. تشمل ألبان الأطفال وكل منتجات الألبان وكل السلع الغذائية كلها والأدوية، واخد بال حضرتك، والمطاعم اللي هي مش سياحية يعني، واخد بال المطاعم الشعبية، المطاعم الشعبية كلها طبعا ما عليهاش أي ضرائب مبيعات. فطبعا دي كلها حاجات يعني، والبوتاجاز ومنتجات البترول والكهرباء كل دي ما عليهاش أي
اضافات في طبقا لقانون الضريبه المضافه اللي هي المجموعات السلعيه اللي بتمس حياه المواطن. بالظبط دي معفاه تمام. بالظبط كذلك بقى بالنسبه للخدمات اللي هي الخدمات المصرفيه، خدمات اللي هو البريد، كل دي برضو معفاه. الخدمات اللي هي بتخضع، خدمات الماليه اللي بتخضع للرقابه بتاعت الرقابه الماليه، هيئه الرقابه الماليه، كلها دي برضو معفاه. التاليف والمصنفات الفنيه والحاجات دي كلها برضو معفاه من ضريبه المبيعات، ما عليهاش اي حاجه. فطبعا احنا بننبه هنا عشان ما يبقاش فيه ان احنا نلاقي ناس حطت اضافات على طول على باعتبار ان دي ضريبه القيمه المضافه، الناس لسه مش عارفه ايه المعنى، مش عارفه ايه الهدف، فنلاقي فيه ارتفاعات في الاسعار غير سليمه. احنا شرحنا، وارجو برضو ان احنا ان شاء الله يبقى لابد تنزل بيانات بكل السلع اللي هي المعفاه والناس كلها تبقى عارفاها، عشان برضو ما يحصلش ان احنا نجد موجات من ارتفاع الاسعار تحت مسمى ان دي ضريبه القيمه المضافه. ضريبه القيمه المضافه احنا طبعا الحمد لله طبقا للتوجيهات العليا للدولة ان لابد ان الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل لا يمسها اي تعديلات ضريبية او اي نواحي من نواحي الاصلاح الاقتصادي، لابد الطبقات دي تجد كل رعاية ومش عايزين نضيف عليها اي اعباء. طب هو السلع المستهدفة، احنا قلنا المستهدفين بيها، السلع المستهدفة بيها انا النهاردة كمستهلك ما اروح اشتريها مثلا تلفزيون او شاشة تلفزيون او خلافه، التاجر هيحط لي عليها قيمه الضريبه دي ولا هو بيدفع وانا ما بحسش بالمساله دي خالص؟ لا، هي هتبقى محطوطه على السلع معروف عليها قد ايه، بس برضو مش كل تاجر، عشان احنا برضو هنقول ان في حد تسجيل هيبقى فوق اكتر من 500,000، يعني اللي هو رقم الاعمال هيزيد على 500,000، فبرضو لابد ان يكون هذا التاجر لو ضاف ضريبه مبيعات يبقى لابد ان يكون مسجل وليه سجل وليه بطاقه هناك عشان بيقدم اقرارات وبيقدم ويحط المبالغ اللي بيستقطعها لحساب الضريبه ويوردها في مواعيد محدده. فده اللي احنا بنقول عليه، عشان كده لابد ان احنا برضو يكون في تجديد من الاول ان احنا نوضح السلع اللي هي ماشي خاضعه للضريبه وما عليهاش اي ضريبه مبيعات، عشان برضو الساده المشاهدين يبقوا عارفينها وتبقى بالنسبه لهم واضحه. يعني يا ريت برضو يبقى في تكثيف اعلامي في الموضوع دون. الحاجه الثانيه ان احنا مش اي واحد يخصم ضريبه مبيعات، لازم يكون مسجل ولابد ان يكون حاطط البيان بتاع التسجيل بتاعه في المنشاه واضح بطريقه واضحه وبيطلع فاتوره وبيحط عليها كل حاجه عشان دي اللي بيتم المحاسبه عليها. طيب لو انا فاهم صح في الاقتصاد دكتور هشام، بنخاف شويه انه الضريبه تؤدي الى انكماش في العمل وفي الاستثمار وفي الاداء العمل والانتاج. ضريبه القيمه المضافه بالاصلاحات بتاعتها متوقع تعمل ايه؟ لا، هو مش مفترض انه فرض ضريبه يؤدي للانكماش، لانه مش من بين يعني السياسه الضريبيه بيبقى ليها اهداف، بل على العكس اهداف السياسه الضريبيه هو دائما التوسع مش الانكماش. والسياسه الضريبيه بترسم وبتوضع اهدافها بالشكل اللي يساعد على مزيد من الانتعاش الاقتصادي، لانه في هذه الحاله المورد هيزيد، خاصه لو فيها اصلاحات زي ما قال الدكتور فتحي وسيادة. صحيح. خلينا برضو ناكد تاني على او اقول انه القانون الضريبه على المبيعات كان بيفرض في الحلقه الاخيره على السلع في النهايه. القيمه المضافه هتفرض على كل مرحله، وبالتالي هيبقى في عداله في توزيع العبء الضريبي على كل من شارك في ادخال تحسين او قيمه في السلع او الخدمه. فده هيبقى اكثر عداله، لانه وارد جدا في حال ضريبه المبيعات القيمه او الضريبه هتفرض في الحلقه الاخيره، وارد جدا يكون في حلقات في البدايه او في المنتصف ما تحملتش بالعبء ده. فقانون القيمة المضافة هو بالتأكيد أكثر عدالة في التطبيق عن قانون ضريبة المبيعات. مسألة التوسع النشاط الاقتصادي بالتأكيد ده هدف السياسة الضريبية، أتصور أنه مع تطبيق هذا القانون، بس مهم أن احنا نعدي الفترة الأولى من التطبيق، لأنه وزي ما أشار الدكتور الحقيقة مسألة التمهيد مسألة هامة للغاية، مش بس للمعنيين بالامر بتنفيذ هذه السياسه اللي هو تحديدا المسؤولين في وزاره الماليه بوجه عام ومصلحه الضرائب بوجه خاص، لكن كمان المعنيين او الخاضعين لهذه الضريبه، وكمان المستهلكين اللي هم في الاساس هيستهلكوا واللي ممكن يقع عليهم جبن كبير في حال عدم وضوح او عدم فهم جيد لهذه الضريبه. فمساله التمهيد مساله مهمه جدا، لو عدينا المرحله الاولى اتصور انه تطبيق هذا القانون هيؤدي لتوسع في النشاط الاقتصادي، هيؤدي الى تقليص الاستيراد، او على الاقل هيبقى
قيد امام الاستيراد او على الاقل هيصلح قواعد المنافسه فيما بين ما هو مستورد وما هو منتج محلي. افهم من الكلام اللي سيادتك بتقوله ده واللي قاله الدكتور فتحي حمام منذ قليل انه اسعار السلع محتمل تنزل بعد الضريبه دي، لان هي صلحت في وضع الضريبه شويه، وهو قال لك احنا بنحاول نساعد المنتج المحلي انه ينافس داخليا مع المنتج المستورد، لانه هينزل التكلفه شويه في الاجل المتوسط والطويل. ومع صحة تطبيق هذا هذه الضريبة بمفهومها الصحيح، مفترض انه هيؤدي لعدالة في توزيع العبء الضريبي بالشكل اللي ينعكس في النهاية على عدم، على الاقل مش هقول تخفيض